فتلهف المغاربة إلى النبعة النبوية هذا شيء طبيعي لأن أول نبعة تدخل هذيك. فهؤلاء أولئك لم يكونوا، ثم هم بنوا القرويين. إدريس الثاني في عهده بنيت القرويين، يعني بعيد عهده فاطمة الفهرية هذه بنتها في القرن الثالث أوائل القرن الثالث الهجري. وكان فيها دروس العلم والموطأ والكتب والتفسير على النمط لأهل السنة. نعم، لما جاءت دولة الموحدين، دولة الموحدين جاءت بعد المرابطين. المرابطين كان لهم لقب، تلقب دولتهم بدولة الفقهاء. دولة الفقهاء لأنهم كلهم كانوا فقهاء، المؤسسون هم شيخهم عبد الله بن ياسين الجزولي، هذا كان في السوس، في السوس الأقصى، هكذا يقال في التاريخ، في السوس الأقصى في قريب من منطقة تارودانت الآن. واحد أبو بكر بن يحيى اللمتوني، هذا من أهل الصحراء هناك، ذهب إلى الحج. في رجوعه مر على القيروان، لقي رجل من أهل فاس استقر في القيروان يقال له الشيخ عمران الفاسي أو ابن عمران الفاسي. فعجبه ذلك الذي رأى منه من العلم ومن طلبته، فطلب منه أن يبعث معه أحد من طلبته ليدخله إلى الصحراء، لأنهم صاروا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، والإسلام لم يبق فيه شيء منه. فقال له الشيخ، قال هؤلاء أهل مدنية لا يقوون على حياة الصحراء، لكن عندي طالب في السوس الأقصى يقال له وجاج، هكذا باللغة البربر شلوح، وبالعربية تكتب وجاج، وجاج ابن زلو اللمطي، له مدرسة هناك هؤلاء أليق أن يذهبوا معه. فهذاك ذهب إلى وجاج هذاك، فندب طلبته من يريد أن يذهب مع هذا، فانتدب واحد يقال يحيى عبد الله بن ياسين الجزولي، عبد الله بن ياسين الجزولي، وذهب معهم يدعو. فما طاف به إلا قليل، فلما يئس من أن يقبل منه أخذ ذلك القليل وذهب بهم إلى جزيرة. هذه الجزيرة عندما تكون المد تنقطع عن اليابسة، لا يأتيهم ولا يؤتون، وعندما تجزر يخرجون ويأخذون ما يحتاجون. فبقي هناك يدرسهم ويربيهم تربية يلزمهم إلزاما بصلاة الجماعة، مع أننا في المذهب المالكي لا نراها فرضا، هذه نراها سنة مؤكدة لا نراها فرضا. هو يلزمهم ويلزمهم بحضور الركعات الأربع في الصلاة، من فاتته ركعة في الجماعة جلد 10 أصوات، ومن فاتته ركعتان جلد 20، وهكذا ليكونوا رجالا كما يرضاه هو. فلما رضي عنهم وعرف أنه صاروا مؤهلين، صار يعد أولئك الذين لا ينكرون المنكر ولا كذا يحارب فيهم، إلى أن استقامت له الأمور. ثم صعد إلى المغرب وكذا، وكانت بعد ذلك رجع هو إلى الموريتانيا في ذلك الصحراء، وبقي يوسف بن تشفين وبنى مراكش، وكان مكان من دولة المرابطين. دولة هكذا نشأت في المحاضر. هم سموا المرابطين، من أي شيء جاءت التسمية؟ المرابط في الرباط للدرس، المحضرة المدرسة تسمى رباطا. إلى الآن بعض شيوخنا كان يكتب في طابعه فلان بن فلان المرابط، لأنه مرابط في المدرسة يدرس. نعم، هذا المرابطون الموحد. فكانت دولة فقهاء مالكية يحفظون كتب المالكية، وعلى طريقة السلف ما عندهم شيء اسمه علوم الكلام، ما عندهم كذا،